زي ما شفنا في التقرير، النجم المصري محمد صلاح سجل اسمه بحروف من ذهب في ليلة مباراة الفوز التاريخي لفريق ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، وده في الأسبوع 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الكابتن إبراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الإنجليزي عن الأسطورة المصرية في إنجلترا محمد صلاح. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ دينا، تحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج والسادة المشاهدين، وصباح الخير يا مصر، وكل سنة وانتم طيبين ومصر الجميلة بخير يا رب. أهلا بك يا فندم. كلمنا بقى عن فرحة المصريين بإنجلترا بعد طبعا ما أصبح محمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول. أستاذة دينا، احنا بنعيش ليلة من أجمل ليالي العمر هنا في بريطانيا في إنجلترا. كل الجالية المصرية بكل ميولها وكل يعني مش قادر اقول لك الفرحه العارمه الموجوده عندنا كمصريين وكرياضيين، ومش احنا بس كمصريين، ده العرب كلهم فخر مصر. محمد صلاح بعد المباراه اللي هي ولا اروع امبارح 7-0، طبعا ما كانش حد خالص يتوقع النتيجه دي، ولكن دي كره القدم، مباراه قويه جدا. محمد صلاح بيحفر اسمه بحروف من ذهب، بيعمل تاريخ كبير جدا، بيحطم ارقام كبيره جدا للاعيبه كبيره واساطير لانجلترا، وخاصه اساطير ليفربول. حضرتك روبو فاولر محمد صلاح بتخطاه، علشان كده امبارح قلع التيشيرت، بقى النهارده 129 هدف، حاجه بسم الله ما شاء الله، وده في 205 مباراه. يعني بالظبط كده، لما نشوف ان روبو فاولر كان ب 200 حاجه و60، يعني بتتكلم ما شاء الله. انا شفت صلاح في مباراه نيوكاسل هنا من اسبوعين، حاجه قمه التركيز، كنت انا موجود معاه في قبل المباراه بساعتين، حاجه يعني مش قادر اقول لك. الراجل النهارده زاد، اللي عايز يتعلم الصراحه بامانه، يعني انا كمدرب اتمنى ان الناس كلها تبص على تجربه صلاح كلها، وتشوف صلاح ده عنده حرمان يا استاذه دينا كبير جدا بامانه. يعني هو نجم كبير، نجم كبير قوي في انجلترا، ولكن عنده حرمان، الحرمان اللي هو مركز، ان هو ملتزم، ان هو ممكن يروح الجيم يقعد 3-4 ساعات، ممكن ما هو مجتهد ومخلص في التدريب وفي شغله بشكل كبير. لكن بالنسبه لمحمد صلاح بقى اللي سجل 10 اهداف في مانشستر يونايتد وتساوى مع الان شيرار، ايه يعني ايه كل الاهداف دي؟ وكمان عايزين نعرف من حضرتك ايه اهم الاهداف اللي شفتها امبارح في الماتش؟ يعني طبعا احنا بنتكلم برضو على اسطوره كبيره جدا، اسطوره نيوكاسل الان شيرر. انا كان معايا برضو اللقاء معاه، قال لي احنا، هو محلل في برنامج اسمه ماتش اوف ذا داي يا استاذ دينا هنا في انجلترا، بيجي يوم السبت. انا عشان انا من نيوكاسل فانا بقابل الان كتير، فكان في حوار بيني وبينه، فكلمته قال لي هو محمد صلاح بيضيف لنا كمحللين وبيضيف لنا كمتعه، احنا مش عايزينه ان هو يبطل كوره خالص، عايزينه يكون متواجد معانا. يعني في كلام بيتقال ان هو هيروح ويسيب وينط من المركب لان ليفربول مش ماشي كويس السنه دي، الكلام ده لا طبعا مش مظبوط. محمد صلاح مكمل، محمد صلاح مش هيروح مكان تاني ويبدا من تحت خالص يا استاذه دينا. محمد صلاح عايز يكمل القاعده اللي بناها، الهرم اللي بناه عايز يكمله للاخر. فكل الكلام اللي بيتقال ده طبعا علشان يعني مجرد ان هو نجم كبير، عايزين إن يعني انا برضو شايفه من وجهه نظري ان هو علشان حط ارقام كبيره ووصل لمرحله كبيره، ان هو محمد صلاح بيوصل للمرحله دي، المرحله ديت الناس اللي هم مش عايزين ان صلاح يحطم الارقام بتاعتهم، ان هم بيقولوا ده صلاح رايح اسبانيا، ده رايح فرنسا، لا الكلام ده مش مظبوط، صلاح مكمل، صلاح نجم كبير. انا شفت الكلام ده بعيني، انا موجود مع ليفربول قريب من المطبخ، اكبر فالنا او اكبر تيشيرت لصلاح بيبقى موجود بعد الماتش، كل الناس، انا شفت يورجن كلوب طلع الاتوبيس وجاب تيشيرت للطفل كان موجود، مش من محمد صلاح، لا ده راح جابه من الكيت مان، من الراجل المسؤول عن الملابس، واداه للطفل التيشيرت دوت لمحمد، بتاع محمد صلاح اكبر تيشيرت بالطلب، ومحمد صلاح ما كانش موجود. مع ذلك ان ليفربول والجهاز كله عارفين ان تيشيرت صلاح بيقوم لازم يكون متواجد معاهم على طول. احسن الاهداف اللي انا اتفرجت عليها امبارح، الهدف اللي هو ان الكره بتحبه، الكره جات له الكل بامانه. انا يعني انا قاعد انا واولادي بنتفرج على المباراه، الكره جايه نقطه كده على طول فوق
ايه الجمال وايه الحلاوه دي؟ طبعا انت بتتكلمي على مين؟ دخية حارس مرمى مانشستر يونايتد من احسن حراس العالم. طبعا ديفيد دخية. يعني عايز اقول لك كمان كان ليا لقاء مع بيكفورد حارس مرمى منتخب انجلترا وايفرتون لان هو من شمال انجلترا هنا. قال لي انا بخاف لما بلعب قدام محمد صلاح والله العظيم، لانه كمان هو اول لاعب بيسجل في مانشستر ست يعني في ست مباريات متتاليه. ايوه. وبعدين النهارده عايز اقول لحضرتك ان روي كين بعد المباراه اللي هو الاسطوره الانجليزيه اللي هو لاعب مانشستر يونايتد قال ايه؟ قال ان صعب جدا اي حد يجي انفيلد ويكسب الفرقه دي لان فعلا ده معقل يعني شياطين الحمر جوه الملعب بتاع انفيلد. استحاله فرقه تطلع، نادر جدا ان هي تعمل نتيجه معاهم. ليه؟ طبعا مانشستر عشان يقول للناس ان مانشستر وليفربول بينهم وبين بعض حوالي نص ساعه بالسياره، يعني ان المسافه يعني هو زي ديربي، يعني الناس اللي بتشتغل في مانشستر بتشتغل في 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 مانشستر والعكس في ليفربول، فالدنيا قريبه جدا، فالمباراه يعني مش عارفين مين اللي هيكسب. ديرب قوي جدا جدا جدا. طبعا محمد صلاح 30 سنه لسه قدامه كتير جدا، ما مش عايزين نطلع بقى اشاعات محمد صلاح هيمشي من ليفربول هينط من المركب. خلي بال حضرتك هو دايما لما بيتعرض لانتقادات بيقدر يثبت بالعمل وبالاجتهاد فعلا في الملعب ان هو ضد كل الانتقادات دي، بينفي اي شائعه بتقال عليه. بالظبط يا استاذ دينا، انا شايف ان هو ماشي ما شاء الله، هو رقم واحد، هو محطم يعني ارقام كبيره جدا، ما اعتقدش ان هو هيروح مكان ويبدا من اول وجديد. ليه؟ مش محتاج. بص يا استاذ دينا، امبارح الملعب الجماهير التابلو دوت اللي احنا شايفينه بنشوفه التلفزيونات ده مش موجود في اي مكان في العالم. صح. يعني احنا مش هنتكلم بس عن الكوره، بص على التنظيم، على السيستم، على النظام، على كل حاجه في انجلترا. عملوا كل حاجه علشان نشوف احنا المتعه والحلاوه دي. جابوها من كل حته في العالم علشان احنا نتبسط. ما اعتقدش ان صلاح راح في كل مكان. محمد صلاح النهارده بقى داخل على 7 سنين هنا في انجلترا، وثلاث سنين موجودين كانوا في 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 ايطاليا وسويسرا. هو عارف كويس جدا ان المتعه والحلاوه والجمال موجود هنا عندنا في الدوري الانجليزي والكره الانجليزيه. وهو كمان يمكن كان ليه تصريح خاص جدا امبارح وقال انا لا استطيع ان اصف ما حدث، انه من احسن ايام حياتي. يعني شفت تعليق ده ازاي؟ انا شفته امبارح منزله على فعلا الصفحه بتاعته. بقول دي احسن حاجه. لا ده انا مش دي بس محمد صلاح، حضرتك بص ليورجن كلوب، انا هرد على دي، ولكن يورجن كلوب انا كمدرب امبارح بعد المباراه الجماهير نادت له عشان يحتفل معاها، ما رضاش يورجن كلوب، قال لهم لا، ايه الاحترام والجمال والحلاوه دي؟ ايه الثقافه دي؟ راجل زي ده جايب 7 اهداف وعامل حاجه ولا اروع ولا احسن، بعد مباراه الجماهير نادت له عشان يشجع جماهيره وليه حركه بيعملها كده بايده والجماهير تتفاعل معاه. يورجن كلوب ما رضاش بعد المباراه يا استاذ دينا. ليه؟ احتراما للجار، احتراما لفرقه مانشستر يونايتد. صحيح. احترام اليكس فيرجسون موجود امبارح، موجود في الملعب. لا محمد صلاح امبارح بيقول بعد المباراه ده احسن، بيعيش احسن فترات حياته. بالظبط كده، لان النهارده استاذ دينا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك له ويحافظ عليه. هو المتعه، هو الفاكهه، هو كل حاجه دلوقتي عندنا هنا. هو اسطوره مش في ليفربول بس، هو اسطوره هنا كمان في مصر. احنا بالنسبه لنا بنتابع ماتشات ليفربول كاننا بنتابع المنتخب المصري لحبنا الكبير في محمد صلاح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. ابراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الانجليزي، شكرا ليك يا فندم.